بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع السكشن بتاعنا النهاردة عن ازاي ان انا اكتب ديث سيرتيفيكت او شهادة وفاة، ودي من الادوار اللي هي المبدئية اللي لازم اي طبيب ان هو يتعرفها، لان هو في شغله في اي مكان هيشتغل بيبقى مطلوب ان هو يكتب ديث سيرتيفيكت لحالة موجودة عنه. مبدئيا احنا عندنا الديسيرتيف لازم نتكلم شوية حاجات كده قبلها هتفيدنا كتير في طريقة كتابة شهادة الوفاة. اول حاجة ان احنا عايزين نتكلم عن الديث. زي ما احنا بنقول ان الديث زي ما خدته في النظري ان هو عبارة عن سيسيشن اوف لايف، توقف للحياة. وامتى بقول على اي كائن حي ان هو توقفت حياته؟ لما بيحصل ستوبج لأول الفيتال فانكشنز بتاعته. ستيجز اوف ديث، مراحل اللي هي الوفاة. زي ما احنا بيتقال ان هو في اعتقاد خاطئ ان الديث ده از ايفنت، ان هو مجرد حدث بيحصل في مومنت. لا، الديث از بروسيس وبياخد وقت وبيتكون من ستيجز. هذه الستيجز بيقسموها اساسيا الى تو ستيجز، اللي هي مرحلة الموت الجسدي او السوماتيك ديث، ثم مرحلة الموت الخلوي او اللي هي السيلولار ديث. مرحلة اللي هي الموت الجسدي، ان انا بقول ان امتى الانسان ان هو بيموت جسديا، لما بتتوقف كل الوظائف الحيوية بتاعته. طب هنا يعني معنى كده ان انا محتاج اعدي على كل الوظائف الحيوية بتاعته عشان اتأكد انها توقفت؟ لا، يكفي ان انت تتأكد من توقف 3 سيستم عنده، بس بشرط ان انا اتأكد ان هذا التوقف توقف بيرمننت، توقف دائم لا رجعة فيه. 3 سيستم دول اللي هما السيركيوليشن والريسبيريشن والبرين فانكشنز. اذا اتأكدت ان هم توقفوا بشكل دائم لا رجعة فيه، فيعني في هذه الحالة ان الانسان كجسد مات، ولكن كخلايا ما زالت الخلايا حية، لان الخلايا بتبقى محتفظة بقدر من الاكسجين وما زالت قادرة على انها تكون ATP، وبالتالي الخلايا بتكون في مرحلة حياة اللي هي بنسميها مرحلة السيلولار لايف. ثم بعد كده بتبدأ الخلايا في الاخر انها تموت. بتموت ليه؟ بحاجة اسمها الاوتوليسيس، التدمير الذاتي نتيجة نقص الاكسجين عنها لفترة طويلة. بتبدأ باللايزوزومز بتاعتها تبدأ تتكسر، يحصل لها بروجريسيف ديجريشن، وده بيوصل الخلية الى انها بتموت في النهاية. انا يهمني ايه الكلام ده كطبيب؟ انا يهمني ان انا عندي مرحلتين. المرحلتين دول هي مرحلة الوفاء ومرحلة الوفاة الأكيدة. مرحلة الوفاة اللي انت بتتشخص فيها ان الشخص ده مات، ان انت تتأكد ان التلاتة سيستم بتوعه سيركيوليشن وريسبيريشن وسي ان اس توقفوا. توقفوا يبقى الانسان ده توفى. بس انا ما اقدرش اوصل لمرحلة التأكد، خاصة في حالات معينة. الحالات دي بيكون فيها شك انها ساعات بتشبه اللي هي السوماتيك ديس اللي انتوا قراتوها في النظري تحت عنوان dislike states، واللي هي الحالات زي الالكتروكيوشن، زي الدراونينج، زي الاوفردوز بالادويه الناركوتكس. الحاجات دي لما تيجي مستشفى واحد مثلا مصعوق كهربيا، ممكن انا بالكشف الظاهري عنه لما اجي ابص على السيركيوليشن سبيريشن اخدع واقول ان الانسان ده مات وفي هو لسه في حياه، لان الفيتال فانكشن بتاعته بتبقى ديبريسد جدا. ففي الحالات دي بالذات ما ينفعش ان انت تعتمد فقط سوماتيك ديس في تشخيص الوفاه، او ما ينفعش تطلع تصريح دفن لهذا الشخص وهو اعتمادا فقط على ان سوماتيك ديس. لكن في هذه الحاله لازم اتاكد بالحق الوفاه الاكيده. الوفاه الاكيده هي ان انا اتاكد من وصول الإنسان إلى السيلولار ديس. طيب، دي نقطة مهمة أوي. أنا لو أنا شغال في مركز طبي أو في وحدة صحية أو حتى في عيادتي
وانتدبوني قالوا لي تعالى عندنا حالة وفاة وعايزينك ان انت تتأكد لنا الشخص ده توفى ولا لا. لازم تعرف وانت خارج ورايح تبص على حالة الوفاة، انت دورك مش بس ان انت تتأكد ان دي حالة وفاة، ده انا في 3 ادوار المفروض ان انا اتأكد من وجودهم على الحالة. ايه هما؟ اول حاجة دورك الاساسي اللي هما طلبوك عشانه ان انت تتأكد يقينا ان الشخص ده توفى، وانا بركز على كلمة يقينا دي. ليه؟ احنا في حياتنا كأطباء وظيفتنا الأساسية هي تشخيص وعلاج الأمراض. لما حد بيخش عليك العيادة بتشخص عليه مرض وبتبدأ تكتب علاج بناء عن تشخيصك ده. هناك احتمال ان انت تكون مخطئ، ومفيش حد فينا ما بيخطأش، ممكن تكون مخطئ في التشخيص بتاعك وتوصف للشخص ده علاج مش مناسب ليه، ساعتها هو مش هيرتاح للعلاج ده وهيروح لطبيب تاني ممكن هو يشخصه صح ويبدأ يكتب علاج صح. ايه، فعايز اقولك ان في الحالة دي انت خطأك مردود، في حد ممكن يصلح وراك. لكن في حالات الوفاة في حالات الوفاة مفيش حد هيصلح وراك، القرار اللي انت هتطلعه هيتعمل عليك خلاص، هي الشخص ده هيتاخد هيتغسل هيندفن اتحط تحت الارض، انت اللي مسؤول عن التشخيص. وبالتالي ما ينفعش ان انا اطلع كلمة ان الشخص ده مات الا ما اكون متأكد يقينا، يقينا باليقين، مفيش احتمال خطأ 1% حد، لازم اكون متأكد ان الشخص ده يقينا توفى. عشان كده بقول ان ده اصعب تشخيص هتعمله في حياتك، وللأسف كتير مننا بيعمل التشخيص ده بسرعة كروتة، بيبص كده كده توفى شيله. وكتير منا برضو ممكن ما يطلعش على حالة الوفاة اصلا ويروح قايل للشخص ايه ادفن خلاص انا هطلع همضي لك التصريح وانت خد الحالة ادفنها. فطبعا الكلام ده كلام خطأ جدا، لازم ان انا اتأكد بالتشخيص ان الشخص ده توفى ويكون يقينا. ازاي؟ معظمنا بيعتمد في التشخيص على السوماتيك ديس، اعتمادي على السوماتيك ديس اللي انتوا بقى بتذاكروه في النظري، ازاي ان انا اتاكد ان السيركيليشن وقفت، وازاي اتاكد ان الريسبيريشن وقفت، وازاي اتاكد البرين وقف، ده كله درسناه في النظري. بس زي ما بنقول النقطة المهمة ان تشخيصي للسوماتيك ديس ممكن يكون في التباس مع حالات اللي احنا قلنا dislike states اللي هي حالات تشبه الوفاة. فيا ريت لو في مقدرة ان انا في الحالات ال dislike states دي استخدم اعلى طرق اللي هي تشخيص السوماتيك ديس، يعني عشان تتأكد ان القلب وقف بلاش تستخدم السماعة، استخدم احسن ال ECG طالما انا في مستشفى. لو انا مثلا في مستشفى بلاش تتأكد ان البرين فانكشن بتطرش، ان انا ببص على البيوبيلا الاقيه دايليتد ولا لا، يفضل ان انا استخدم EEG طالما انا الفاسيليتي عندي موجودة ان انا اقدر اتأكد من الدس. انا بس عايز اوصل لمرحلة الشور، فيفضل بالذات زي ما بقول تاني في الحالات اللي هي الديسلايك ستيتس. الحالات التانية واحد بقى كبير في السن قوي وعنده امراض الدنيا وسكر وضغط و و ماشي، ممكن اتأكد بالسماعة والكلام ده، بس برضو بدي التشخيص حقه، يعني اسمع كويس بالسماعة، اعمل انسبكشن كويس، الحاجات اللي انتوا درستوها في النظر. حالات الديسلايك ستيتس بالذات لو ما تديش تصريح الدفن بالنسبة للحالات الا ما تأكد من علامات الوفاة الاكيدة اللي هي مرحلة السيلولار ديس اللي انتوا بتدرسوها اللي هي الايرلي بوست مورتم تشينجز. مش كده وانتوا بتذاكروا الايرلي بوست مورتم تشينجز هتلاقي في كل واحدة فيهم يقول لك الميديكال ليجال امبورتنس، اول حاجة شور ساين اوف ديس، ده علامة وفاة اكيدة ان انا بستخدمها لما اكون شاكك هي الحاله دي سوماتيك ديس ولا ديس لايك ستيت، فاستنى علامات الوفاه الاكيده ان الجسم يبرد اللي هي يحصل له كولينج، الجسم يتخشب اللي هو يحصل ريجيديتي، الجسم يبدا يحصل الزرقاء اللي بتحصل في ظهر الواحد وهو نايم على ظهره اللي هي الهايبوستيزيس، الحاجات دي كلها. وعلى فكره هي كلها بتحصل في يا اما في دقائق يا اما في ساعات، فالقصه ما بتتاخرش على بال اساسا ما انا بروح على الحاله والكلام ده بيكون الوقت عاد. طيب
ده الدور الاولاني ليا في الحالة اللي هي ان انا بتأكد يقينا ان الحالة دي توفت. الدور التاني بالنسبة لي على الحالة، وهو ان انا اتأكد ان الوفاة دي طبيعية. ممكن تكون الوفاة مش طبيعية، ممكن تكون نتيجة اصابة، ممكن تكون نتيجة حد خنقه بحبل، ما حاجات دي مش طبيعية والمفروض ان انا ما ادهاش تصريح دفن. ده انا المفروض ان انا ابلغ الشرطة ان في حالة وفاة غير طبيعية عشان خاطر ان هو يستدعي الطب الشرعي يعرف ايه سبب اللي هي الوفاة. فلازم ان انا اتأكد ان الوفاة دي طبيعية. يعني لو واحد كبير في السن، طب هو كان بيتعالج من امراض، طيب هاتولي الروشتات اللي هي بتاعت ده في روشتة مكتوبة اهو ده ضغط وده سكر بتأكد ان الوفاة. طبعا لو القصة طالع من مستشفى، الشخص ده توفى في المستشفى بتبقى اسهل كتير، لان في المستشفى هو معروف ايه اللي حصل بالظبط. لكن لو شخص انا رايح له في البيت، دي اللي بتبقى فيها دايلمة شوية. انا معرفش برضو، ممكن يكون الشخص ميت بوفاة غير طبيعية. فالصح ان انا اطلع ابص على الحالة، ابص على علامات الايه اللي هي الوفاة غير الطبيعية اللي احنا بندرسها لكم في الطب الشرعي. لو واحد ميت بأسفيكسيا هيبقى شكله عامل ازاي، لو واحد ميت بهيموريج هيبقى شكله عامل ازاي. ده اللي انا بطلع ابص عليه على الحالة عشان اعرف الحالة طبيعية ولا لا. طب ابص برضو هل كان بيعاني من امراض، ابص على روشتات الادوية كلها، يبقى ده كده بتأكد ان الوفاة بتاعته طبيعية. الحاجة الثالثة ان انا بحاول اوصل الى سبب الوفاة بتاعت الشخص ده. لو في مستشفى طبعا التاريخ المرضي كله بيبقى متسجل في الشيت بتاعه، لكن لو في البيت بحاول ان انا على قد ما اقدر بسأل الاهل وكان بيعاني من ايه، طب راح المستشفى قبل كده، طب ايه المضاعفات اللي كانت بتحصل له، يعني بحيث ان انا ابدأ ارتب الاحداث في دماغي. هو الشخص ده ايه سبب الوفاة؟ طبعا ليه عايز اوصل لسبب الوفاة؟ لان محتاجه ضروري عشان اكتبه في شهادة بتاعت هذا الشخص. كل شريحة وشريحة بتبدأ ان هي تقربني اكتر من الموضوع بتاعنا الاساسي اللي هو الديس سيرتيفيكت. اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه دلوقتي ده حاجة ضرورية قوي للديس سيرتيفيكت، لان احنا لازم بنكتب سبب الوفاة في الديس سيرتيفيكت. فاحنا عايزين نعرف ايه هو كلمة سبب الوفاة اللي احنا هنكتبها في الديس سيرتيفيكت دي. زمان كانوا بيكتبوا سبب الوفاة في كل شهادات الوفاة ان الشخص ده توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفس. جبت شهادات الوفاة كانت بتتكتب من 20 30 سنة، هتلاقي كله كان بيتكتب كده. صرف النظر بقى الشخص ده كان مات من كانسر، كان مات من دايابيتس، كان مات من هايبرتنشن، هيباتيك، كله هتلاقي نفس القصة. طبعا لو احنا بصينا كده، لو حد عايز يشتغل شغل احصاء ويشوف هو كام واحد في مصر ماتوا من الهيباتايتس، كام واحد في مصر ماتوا في حوادث طرق، كام واحد في مصر ماتوا من الديابيتس، محدش هيعرف يجيب اي احصاء، لان هتلاقي كل شهادات الوفاة سبب الوفاة واحد اللي هو هبوط حاد في الدورة الدموية التنفس. فاذا الطريقة دي ما كانتش بتفيد خالص في طريقة الإحصاء إن إحنا نعرف اللي هي أسباب الوفاة متنوعة في مصر بتحصل بشكل إيه. طبعا اللي إحنا هنعرفه دلوقتي إن كلمة هبوط حاد في الدورة الدموية التنفس ده اسمه مود أوف ديث، وده مش كوز أوف ديث، مش سبب وفاة، ده اسمه مود أوف ديث، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. طب حديثا بقى سبب الوفاة بيتكتب في شهادة الوفاة ازاي؟ لا، ده بيتفنت. سبب الوفاة مش حاجة واحدة، ده 3 حاجات. ده سبب الوفاة ده عبارة عن cause of death, mechanism of death, mode of death، والتلاتة لازم يتعرفوا على الحالة، cause والميكانيزم والمود. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ ايه الكوز، ايه الميكانيزم، ايه المود؟ تعالوا نعرف. نبدأ بس بمثال كده يفهمنا القصة ايه. تعالوا نقرأ المثال ده. بيقول لك واحد عنده 50 سنة حصل له كانسر كولون، بعد 3 شهور الكانسر ده حصل له كومبليكيشن، بعت ميتاستاسيس للفيمر، عمل حاجة اسمها باثولوجيكال فراكشر.
يعني العظم بتاعه حصل فيه كسر بس من غير تروما، اسمه باثولوجيكال فراكشر. عشان الباثولوجيكال فراكشر البيشنت ما عادش قادر يمشي فقعد في السرير برولونجد بيد ريست. بعد اسبوعين من البيد ريست ده بدأ يحصل له حاجة اسمها ديب فينوس ثرومبوزيس او دي في تي، واحدة من الثرومباي اللي في الليج بتاعته راح اتفكه ورايح على البلمونري ارتري، سدته عملت له بلمونري امبوليزم. طبعا البلمونري امبوليزم ده حاجة فيتال، لان انا قفلت دلوقتي البلاد سبلاي اللي طالع من الهارت، فالشخص ده دخل في حاجة اسمها اكيوت هارت فيلير ومات. الكيس اللي احنا قريناها دي عايزين نعرف فيها، نطلع منها كده ايه الكوز، ايه الميكانيزم، ايه المود اوف ديث. تعالى نفهم ايه هو الكوز والميكانيزم والمود. اي واحد فينا عايش حياة طبيعية، الحياة الطبيعية اللي هو درسوها لنا في كتاب الفسيولوجي، اللي هو كل أورجن بيأدي وظيفته بمنتهى الدقة بحيث إن أنا أحصل في الجسم على حاجة اسمها الهوميوستاسيس، الهارت، اللنج، البرين، الليفر، الكيدني، كله شغال بشكل طبيعي. ده فسيولوجي. طول ما أنت ماشي بفسيولوجي صح مفيش موت. طيب إيه اللي هيحصل؟ هيحصل في حياتك حدثا ما، الحدث ده هو اللي هيلخبط لك كل شيء، هيلخبط الفسيولوجي بتاع الجسم، يعني هيعمل فسيولوجيكال دي اريجمنت. الحدث ده زي في المثال السابق اللي احنا قلناه اللي هو الكانسر كولون، يعني الراجل ده طول ما هو عايش كان طبيعي 100 فل و10، لكن في يوم من الايام حصل له كانسر كولون. كانسر كولون هنا هو الحدث اللي لخبط له حياته، فهنا نعتبر الكانسر كولون هو يعتبر عندنا هو ال cause of death. طيب بعد ما هيحصل اللي هو الكانسر كولون هيقولنا هيلخبط الفسيولوجي، فهيؤدي الى سلسلة من المضاعفات complications هتترتب ورا بعضها كده عن ال cause، زي في المثال اللي احنا قلناه اللي هي بعد الكانسر كولون حصل له حاجة اسمها pathological fracture. الباثولوجيكال فراكشر ادى الى حدوث دي في تي، والدي في تي ادى الى حدوث بالموناري امبوليزم. كل المضاعفات اللي نتجت عن الكوز دي اللي احنا بنطلق عليها اسم الميكانيزم. فالميكانيزم هي عبارة عن سلسلة من المضاعفات تبدأ بالكوز ثم تنتهي بحدوث فيلير في واحد من الثلاثة اورجان عندنا، يا الهارت يا اللنج يا البرين. في الكيس بتاعتنا اللي هيحصل له فيلير هو الهارت، حصل بعد البالمونري امبوليزم اكيوت هارت فيلير. فالفيلير اللي بيحصل في الثلاثة اورجان اللي هم الفيتال اورجان ده اللي يطلق عليه اسم المود، يعني المود اوف ديس في الكيس بتاعتنا هي الاكيوت هارت فيلير. لو كيس تانية حصل ريسبيراتوري فيلير فبنقول ان الايه المود هو الريسبيراتوري فيلير، لو كيس حصل فيه برين فيلير او كوما بنقول ان هي دي اللي ايه المود. فالمود دايما ثابت، يا فيلير في الهارت يا في الريسبيريشن يا في البرين. عشان كده قلنا لما كانوا بيقولوا ان الشخص سبب وفاته هبوط حاد في الدورة الدموية التنفس اللي هي هارت فيلير وريسبيراتوري فيلير، هما كده كانوا بيكتبوا في الكيس مود. بعد الفيلير اللي بيحصل في الاورجان، اي اورجان بعد ما بيفلير هيوقف، يعني بعد الهارت فيلير هيحصل هارت اريست، ما هو مجرد ما القلب وقف الريسبيريشن هيوقف، البرين هو ده سوماتيك ديس اللي هو توقف هيحصل دائم في الهارت والريسبيريشن والبرين. يبقى انا كده قدرت اجمع في الكيس اللي فاتت ايه هو الكوز والميكانيزم والمود اوف ديس. يبقى زي ما قلنا في الاكزامبل، the cause of this is colon cancer، the mechanism of this is a pathological fracture complicated by deep venous thrombosis complicated by pulmonary embolism، اما المود اوف ديس هو ال acute heart failure. هنا بقى عايزين ان احنا نفهم ايه المصطلح بتاع cause of death, mechanism of death and manner of death. زي ما قلنا ال cause of death او ليه اسم تاني اسمه underlying cause of death، او ليه اسم تالت proximate cause of death. اي واحد فيهم
هو المقصود نفس الكلمة. ال cause of death هو الحدث ال event اللي بدأ خالص ال physiological disarrangement عنده، واللي هو بينتهي في النهاية بال death. ال cause of death دايما بيكون في صورة حاجة من ثلاثة، يا disease يا injury يا poison. disease مثلا زي cancer، زي infection، زي diabetes، زي atherosclerosis. injury ليها أنواع التروما المختلفة زي wound, stab, cut, gunshot أو fracture أو burn. البويزنينج بقى زي مثلا drug overdose. في أي كيس هتقابلني عشان أطلع منها الكوز، هناك شرطين في الكوز عشان تطلع. الشرط الأولاني إن دايما الكوز هو حاجة لا سبب لها، مفيش حاجة المفروض تكون كوز ليه، زي مثلا ما أقول إن الشخص ده مات بالكانسر كولون، هو إيه سبب الكانسر؟ كانسر ملوش أسباب. فالكوز لازم تكون حاجة ملهاش سبب، لأن إحنا قلنا هو البادئ، هو الإيفنت اللي بيبدأ الأحداث، مينفعش حاجة تكون قبله عشان تبدأه. تاني حاجة في الكوز ان لازم الكوز اللي تطلعه لازم يكون اسم باثولوجي انجري، ما ينفعش يكون لاسم مثلا اورجانيزم. ما ينفعش تقول ان واحد مات عشان الاستاف كوكاي، مش حاجه اسمها كده. الاستاف كوكاي عملت ايه؟ عملت مثلا ابسس، يبقى اقول سبب الكوز كوز اوف ديس هنا ابسس، ما هوش استاف. ولا يكون سبب الكوز سيركمستانسز، ظروف محيطة. واحد تقول ايه سبب الوفاة؟ ان هو دخل خناقة، مفيش حاجة اسمها كده. هو حصل له ايه في الخناقة؟ قد خبط على دماغه، يبقى اللي هي التروما هي الكوز اوف ديث. لكن ما ينفعش اقول مثلا ان الاستراجل او الفايلنس هي سبب اللي هي الوفاة. وما ينفعش يكون كلينيكال ساين، يعني مثلا ما تكون لك مكتوب لك في الكيس كلمة تاكي كارديا، فانت تروح حاطط التاكي كارديا از كوز اوف ديث. لا، ده اسم، دي كلينيكال ساين. لكن ايه الفاينل، ايه الباثولوجي اللي موجود؟ ده عنده سكيميك هارت ديزيز. سكيميك هارت ديزيز ككلينيكال ساين ليها تاكي كارديا، لكن هو السكيميك هارت ديزيز هو الباثولوجي، هو الاسم اللي يهمني. عشان كده احنا حاطين كده مسميات مختلفة، ونشوف المسميات دي ينفع نقول عليها انها كوز اوف ديس ولا لا. ستاب ووند ينفع اقول اصل ستاب ووند ده سببه ستاب، سببه طعنة. الطعنة مش اسم مرض ولا مش اسم باثولوجي، لكن انا بقول ستاب ووند، الووند ده باثولوجي، يبقى ينفع احطه از كوز اوف ديس. فايرال هيباتايتس ينفع، لكن اقول هيباتايتس فيروس، انت هنا بتتكلم على اورجانيزم اللي هو الفيروس، يبقى ما ينفعش. انما فايرال هيباتايتس تنفع كوز اوف ديس. هيد تروما تمام تنفع. هيموريدج لا، الهيموريدج في اي حاجة لازم ليه سبب، يا اما انسان بينزف عشان مثلا تروما، يا اما انسان بينزف عشان عنده هيموراجيك ديزيز. بس ليه كوز الهيموريدج؟ ليه كوز؟ يبقى كهيموريدج ده ميكانيزم، ادور على الكوز بتاعه. رينال فيلير، مفيش حد بيفلير كده، اكيد الرينال فيلير ليه سبب معين. فالرينال فيلير دي ميكانيزم، ما ينفعش احطها ككوز. هايبرتنشن، لان معظم اسباب الهايبرتنشن ايديوباثيك. فراكشر اوف الفيمر ممكن تنفع كوز اوف ديس. هارت اتاك، هارت اتاك طبعا هي كلمه بتساوي اللي هي مايوكارديال انفاركشن، لازم ليها كوز، دي ميكانيزم لازم ليها كوز. الكوز بتاعها زي سكيميك هارت ديزيز او اسيروس كوروناري اسيروس كلوزيس، يبقى ليها كوز، يبقى دي تعتبر ميكانيزم. ستراجل، قلنا ستراجل دي سيركمستانس، خناقه، دي ما ينفعش احطها ككوز. فيفر دي كلينيكال ساين، ما ينفعش احطها ككوز. تاكي كارديا از كلينيكال ساين، ما ينفعش احطها ككوز. كار اكسيدنت، كار اكسيدنت دي معتمده انها تتحط ك كوز اوف ديس. طيب ايه هو بقى الميكانيزم اوف ديس؟ دي بقى الكومبليكيشنز، بقى دي المضاعفات، المضاعفات او اللي هي الفسيولوجيكال ديس ارينجمنت اللي هي نتجت عن الكوز ونهايتها، او هي نفسها هتنتج عنها اللي هو المود اوف ديس اللي هو الفيلير اللي هيحصل عندنا. معنى اخر ان احنا بنقول هي مجموعة احداث او مضاعفات بتحصل بين حدثين.
معنى تالت ان هي انت هتدور في الكيس على حاجة ينفع يكون ليها كوز سبب وينفع يكون ليها نتيجة. يعني مثلا لو قابلني في الكيس كلمة هيموريدج، الهيموريدج ليها كوز زي مثلا الاستاب وليها نتيجة انه يخش في تشوك. كلمة تشوك ينفع ليها كوز اللي هي الهيموريدج او الاستاب او غيره، وينفع ليها نتيجة ان التشوك هتعمل برينديس امبوليزم. ينفع ليها كوز وينفع ليها نتيجة هتعمل مثلا بالمونري امبوليزم سيبتسيميا. كل واحدة من دول ينفع يبقى ليها كوز وينفع يبقى ليها نتيجة، اذا فهي واقع او حدث بين حدثين، فهي اذا تنفع انها تتحط كميكانيزم. وبيقولوا ان الكوز ممكن ينتج عنه اكتر من ميكانيزم. يعني انا لو قلت ان واحد مات بفيرال هيباتايتس، ما هو الفيرال هيباتايتس ممكن يموت عشان الفيرال هيباتايتس عمل سيروزس، وبعد ما عمل سيروزس عمل بورتال هايبرتنشن فنزف دم مات بهيماتيمسيز وهايبوفوليميك تشوك. واحد تاني عشان عنده فيرال هيباتايتس قلب له ليفر سيروزس، بعد الليفر سيروزس حصل له ليفر سيل فيلير ودخل في هيباتيك كوما. يبقى نفس الكوز عمل اكتر من ميكانيزم، وممكن الميكانيزم الواحدة تكون بكوزز كتير. عندنا مثال الهيموريدج، ساعات الهيموريدج يحصل نتيجة تروما، ساعات يحصل نتيجة باثولوجي زي باثولوجيكال ارثر، ساعات ممكن يحصل نتيجة هيموراجيك ديزيز. يبقى اذا الكوز ممكن يكون ليه اكتر من ميكانيزم، والميكانيزم ايضا ممكن تكون ناتجة اكتر من كوز. اي ده امثلة بنقولها ليه الكلام ده كله. لو جالك في كيس ده غالبا حاجات ميكانيزمات، لان ليها كوزس وليها ايضا ريزلت. تشوك، هيموريدج، امبوليزم، اريزميا في الهارت، رينال فيلير، ليفر فيلير، ميترال ستنوزس، برين كومبريشن. دي طبعا ميكانيزم لو الواحد مثلا عنده انترا سريبرال او اكسترا ديورال هيموريدج. الكوما، خلي بالك ان الكوما ممكن فاحيانا تبقى ميكانيزم واحيانا تبقى موت. يعني الكوما ممكن تكون اند ستيج لديزيز، زي واحد مثلا اللي احنا سائلينه الهيباتيك، واحد كان عنده فيرال هيباتايتس عمل سيروزيس عمل عنده ليفر سيل فيلير دخل في هيباتيك كوما. هنا الكوما هي اند ستيج، حاجه خلاص النهايه، فدي تعتبر هنا الكوما اذا موت. لكن واحد تاني حصل له هيد تروما فدخل في كوما طولت، فنتيجة ان هي طولت حصل له بقى بيت سورز، وبعد البيت سورز حصل له سبتسيميا، والسبتسيميا دخلته في سبتك تشوك. هنا الكوما اذا ميكانيزم لانها ما كانتش اند ستيج. يبقى هي الكوما ممكن يعني يحتمل في الامرين، انها ساعات في حالات وفاة ممكن تكون ميكانيزم، وساعات تانية عادي ممكن تكون مود اوف ديث. خلي بالنا من اللفظ ده الـ immediate cause of death. احنا لو نفتكر لما جينا نقول الـ cause of death قلنا ليه مسميات تانية اللي هي الـ proximate او الـ underlying cause of death. لكن لو جيت اسألت ايه الـ immediate cause of death، الـ immediate cause of death هو last step في الميكانيزم. يعني في المثال اللي احنا كنا شرحناه بتاع الراجل اللي كانسر كولون وقلب له باثولوجيكال فراكشر فدي في تي فبالمونري امبوليزم، بعد البلمونري امبوليزم قلب باكيوت هارت فيلير. الاكيوت هارت فيلير ده الموت. ايه اللي قبل الموت بقى اخر خطوه في الميكانيزم اللي هي البلمونري امبوليزم. البلمونري امبوليزم هو اللي ادى للاكيوت هارت فيلير اللي هو الموت. فاخر حاجه في الميكانيزم اللي هتؤدي الى الموت هي دي اللي بيطلق عليها الاميديات كوز اوف ديث، وده مهم قوي لان هو ده اللي انا هبدا به الديث سيرتيفيكت، ايه السبب المباشر للوفاه. طبعا هو مهم ان احنا بنقول في underlying اللي هو ال cause of death الاساسي و immediate cause of death. ليه؟ لان في حالات كتير اوي بتدخل المستشفيات، بتدخل المستشفى بسبب وهو ده اللي غالبا بيموتها، ولكن سبب الوفاة بيكون ايه حاجة ابعد من كده. زي مثلا الانسان اللي احنا شرحناه ده، المثال اللي احنا شرحناه ممكن طول الفترة اللي فاتت كان قاعد في البيت وقت ما حصل له كانسر كولون وباثولوجيكال فراكشر ودي في تي، كل ده كان وهو في البيت. لكن الحاجة اللي هتتعبه وهيروح بيها المستشفى لما هيقلب ببلمونري امبوليزم، لان ده هيخش بقى
فهارت فيلير وغيبوبة، فنتيجة لكده الشخص ده هيروح المستشفى. انت لو سألت الطبيب اللي هو استقبله هو مات من ايه، هيقولك بالمونري امبوليزم، لان هو ده السبب المباشر اللي شاف بيه الحالة ماتت. لكن لما اجي اخد التاريخ المرضي بقى بتاعه، ده هو كان قبل كده حصل له دي في تي، اصل الدي في تي حصل له بسبب باثولوجيكال فراكشر، اصل الباثولوجيكال فراكشر سبب الكانسر. فبالهيستوري اللي انا هاخده او التاريخ المرضي هعرف السبب الاساسي او الاندرلاينج او البروكسيمات هو الكانسر كولون. فدايما البروكسيمات والايميديات كوز اوف ديس بيفهمني ان انا افرق بينهم، بالذات لما بيكون في تباعد ما بين الحدثين، ما بين الحدث اللي بدأ المشكلة عنده وما بين الحدث اللي موته بشكل مباشر لما يكون في فترة زمنية طويلة عدت بينهم. طيب المود اوف ديس ده دايما هو حاجة ثابتة. المود اوف ديس هو ازاي حصل السوماتيك ديس. احنا اتفقنا السوماتيك ديس بيحصل نتيجة توقف القلب والتنفس والمخ، واي حاجة من دول عشان تتوقف بتفلير الاول. فعشان يحصل انسان يموت بكارديك اريست اكيد الهارت هيفيلير قبل الاريست، لو مات بريسبيراتوري اريست اكيد الريسبيريشن هيفيلير قبل الاريست. فدايما الفيلير هي خطوة تسبق السوماتيك ديس، فالمود هو الشيء المباشر اللي ادى الى حدوث السوماتيك ديس، وهو دايما ثابت، يا هارت فيلير يا ريسبيراتوري فيلير يا كوما. عشان كده احنا حتى ما بنهتمش ان احنا نذكره في شهادة الوفاة، لانه معروف، لانه شيء معروف. اللي دايما هيختلف بين شخص والتاني والتالت هو الكوز والميكانيزم. اما المود فثابت، يا يعني انسان مات نتيجة ان قلبه توقف او تنفسه توقف او دخل في غيبوبة. وعشان كده لما كانوا بيكتبوا سبب الوفاة ان هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفس، انت ما فتنيش بحاجة، لان اي حد فينا في النهاية هيموت نتيجة توقف في الدورة الدموية والتنفس. بالنسبة للفظ manner of death، manner of death هو لفظ ما بنكتبوش في شهادة الوفاة، لكن هو ضروري ان احنا نفهمه. ال manner of death اللي هو ال cause of death اللي احنا شرحناه في الاول ده حصل في صورة ايه، ملابسات حدوث سبب الوفاة. هل سبب الوفاة حصل بشكل طبيعي ولا غير طبيعي؟ فبنقول عليه ال manner of death اي انسان فينا يموت طبيعيا natural، ما بيموت الناتشورال اللي هي بشكل غير طبيعي. الناتشورال كوز اوف دايما الناتشورال مانر هو دايما بيبقى لما يكون كوز از ديزيز، لان الديزيز ما فيش حد يقدر يسبب لحد، ما انا ما اقدرش اسبب لحد كانسر ولا اقدر اسبب له هايبرتنشن، دي حاجات بتحصل بشكل طبيعي. لكن الناتشورال اللي هي الحاجات الغير طبيعية بقى دايما بتشمل اللي هي التروما او البويزنينج، دي غير طبيعية. طب هي بقى حصلت في صورة كان غير قاير حد يقتل حد، ولا هو بغرض ان هو حد ينتحر، ولا بغرض ان هو حصلت بدون غرض اللي هي عن طريق الخطأ او عن طريق الصدفة اللي هي اكسيدنتال. زي مثلا طلق ناري، الطلق الناري ده ممكن يحصل ملابساته كتير، ممكن واحد يضرب واحد بالنار ده اسمه هوميسايدال، ممكن واحد يطلق النار على نفسه عايز يموت نفسه ده اسمه سويسايدال، ممكن واحد يطلق النار على نفسه بس ما كانش قاصد يموت نفسه، كان بينظف سلاح مثلا والسلاح ده فرغ فيه، فده اسمه اكسيدنتال. دايما ملابسات حدوث الوفاة بتحصل او انا بعرفها عن طريق هيستوري او عن طريق شهادة شهود او عن طريق ملابسات ان انا اروح مسرح الجريمة واشوف الحاجات اللي موجودة تقول ان هو كان في مطاردة هنا فاقول ده شخص اتقتل، او ما كانش في مطاردة فاقول انه انتحر. فهي ده بتبنى على ان انا اشوف السيركمستانسز او الملابسات. طب افرض الملابسات او شهادة الشهود او ما فادتنيش في حاجة، ما فيش حاجة معينة كده اقدر اشوفها على جسد المتوفي الا في حالات قليلة قوي يعني اقدر اعرف منها المانر. فاذا ما عرفتش المانر فبكتب undetermined، undetermined خلاص ان no sufficient information اقدر ان انا اعرف بيها هل هو homicidal ولا suicidal ولا accidental. على العموم المانر اوف ديث زي ما بنقول هو ممكن يسألهاني في كيس في الامتحان، لكن هي مش مطلوبة ان انا اكتب الديث certificate. طبعا كل اللي احنا قلناه اللي فات ده عشان نوصل هنا الديث سيرتيفيكت،
شهادة الوفاة هي عبارة عن شهادة بوثق فيها الميديكال كوز اوف ديس. وكلمة ميديكال هنا بنأكد عليها ان دايما سبب الوفاة هي حاجة طبية، ما ينفعش ان انا احط كسبب وفاة حاجة غير طبية. يعني مثلا تيجي تقول للست هو جوزك مات ليه، تقول لك اصل هو جيرانه قعدوا ينرفزوا فيه وينحروا فيه لغاية ما مات، فتكتب في شهادة الوفاة ان هو مات عشان جيرانه نحروا فيه. ما فيش حاجة اسمها كده، يعني لازم سبب الوفاة اكتب فيه اللي هو ايه، الميديكال كوز اوف ديث، سبب الوفاة الطبي. ايه اللي يكتب في شهادة الوفاة وايه اللي ما ينفعش يكتب في شهادة الوفاة؟ اللي بيكتب في شهادة الوفاة فقط هو الكوز والميكانيزم اوف ديث بس. احنا قلنا في كوز وقلنا ميكانيزم وقلنا مود وقلنا مانر. اللي يكتب في شهادة الوفاة هو الكوز والميكانيزم اوف ديث، ولما باجي اكتبهم بكتبهم على هيئة ستيبس. انا ما بشرحش، انا ما بكتبش كيس ولا بكتب باراجراف، انا بكتبهم على هيئة نقط 1 2 3 4 بس، كأني بعمل انيموريشن كده في امتحان. فبكتبهم بالترتيب، والترتيب ممكن يحتمل الاتنين، اكتب الكوز وتحته الميكانيزم او العكس، الميكانيزم وتحتها الكوز. ويفضل اللي هي الميكانيزم الاول تتكتب. ليه افضل ان انا اكتب الميكانيزم وتحتها الكوز؟ عشان لما اجي ابدا بالاجدد ثم الاقدم. هو ايه الاجدد؟ اللي هو الاميديات كوز اوف ذس، السبب المباشر للوفاه. اللي انا لما جيت اقول لكم ان هو الشخص مات ببالمونري امبوليزم، دي احدث حاجه حصلت له، ان هو دخل المستشفى عشان بالمونري امبوليزم، دي تتكتب اول حاجه. ده دي اللي هي الايه، الاميديات كوز اللي قبل المود اللي هي الاكيوت فيلير، يبقى مات نتيجه بالمونري امبوليزم. طب البالمونري امبوليزم حصل بسبب ايه؟ ده حصل بسبب دي في تي، فاكتب ديو تو دي في تي. طب الدي في تي حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب باثولوجيكال فراكشر، فاكتب ديو تو باثولوجيكال فراكشر. طب الباثولوجيكال فراكشر حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب ان الشخص ده كان عنده كانسر كولون، اكتب ديو تو كانسر كولون. طب الكانسر كولون حصل بسبب ايه؟ لا، الكانسر ما وصلولوش لاسباب لغايه دلوقتي. اذا ما دام الحاجه وصلت الحاجه ملهاش سبب، هي دي الكوز اوف ديس، ودي تبقى نهايه اللي هي الاسباب بتاعتي. فدي الطريقه الافضل، اكتب الميكانيزم وتحته اللي هي الكوز. ممكن في حد يقول لك لا انا عايز اكتب الكوز الاول. ماشي، هتبدا بالكوز بس هتغير حرف الجر، بدل ديو تو هتقول ليد تو، هتقول كانسر كولون ليد تو باثولوجيكال فراكشر ليد تو بالمونري دي في تي ليد تو بالمونري امبوليزم وهكذا. وزي ما بنقول انا اللي انا بكتبه هو اسماء امراض فقط، ما اخشش في تفاصيل. انت مش بتشرح كيس، يعني مش هتقول ده كانسر كولون ادى الى ميتاستاسيس، راحت للفيمر عملت باثولوجيكال فراكشر، الباثولوجيكال فراكشر خلى الشخص عنده برولونجد بيدرس. انت ما بتشرحش، انت الديث سيرتيفيكت بتوجه لطبيب زي، فهو فاهم اللي حاصل. فعشان كده انا بكتبها جاست ستيبس. طب ايه هي الحاجات بقى اللي هي لا تكتب في شهادة الوفاة؟ المانر اوف ديث انت مش محتاج تكتبها خالص. ليه؟ لان احنا لما اصلا بنكتب شهادات وفاة بنكتب شهادات وفاة لحالات طبيعية، شهادة وفاة لحالات طبيعية. لان انت لو اصلا شكيت ان الوفاة غير طبيعية انت اصلا بتبعتها على الطب الشرعي، مش انت اللي بتتولى الامر اصلا. فانت المفروض انت ما بتعملش شهادة وفاة الا لحالة طبيعية بس. المود اوف ديس هو يكتب او لا يكتب، يعني عايز تكتبه اكتبه، مش عايز ما تكتبوش. ولكن الافضل الا يكتب لانه معروف، وما دام معروف وثابت فاحنا بس عايزين نأكد انه ملوش لازمة، عشان الناس ما تجيش مع الايام وتنسى وترجع للعهد القديم ان هو تقول ان سبب الوفاة هارت فيلير او ريسبيرت فيلير اللي هي حوض حد في الدورة الدموية والتنفس. ولا، احنا عايزين نعرفك ان ده اصلا ملوش لازمة يتكتب في شهادة الوفاة. انا اللي يهمني اكتر هو الكوز والميكانيزم. بلاش بقى ان انا يقابلني في كيس يقول لك ده المريض ده وهو كان عنده شيست بين، فتروح انت تكتب في سبب الوفاة شيست بين، والبين ده اذا ساين مهور او اذا سيمتون، فالبين سيمتون فكتب ليه؟ اصل كان عنده شيست ويزس، فتروح كاتب في شهادة الوفاة شيست ويزس، الويزس ده اذا كلينيكال ساين. فالحاجات دي ما تتكتبش في شهادة الوفاة.
بلاش اخش في تفاصيل زي ما قلنا ده حصل له ميتاستاسيس، ده حصل له برولونجد ريكومبنس، ده كان في ابسس وحصل له سبريد مثلا الاندوكارديوم، كل الحاجات دي تفاصيل. انا بقول ابسس ادى الى انفكتيف اندوكاردايتس، خلاص القصه التفاصيل اللي في النص دي بتكون اللي قدامي ده الشكل المعتمد لشهادة الوفاة من منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية قالت إن شهادة الوفاة تتقسم إلى جزئين، بارت 1 وبارت 2. طبعا قبلهم فوق بتكتب اسم الشخص ده والجندر بتاعه أو السكس، اتولد إمتى واتوفى إمتى، دي تفاصيل عن الشخص. شهادة الوفاة بقى عبارة عن بارت 1 وبارت 2، كلاهما بيتكتب فيهم اللي هي الكوز اوف ديث، البارت 1 والبارت 2 بتاع. يعني انا هكتب مرتين، لا اللي هيتكتب كوز والميكانيزم اوف ديث الاساسيين بتوعنا هيتكتبوا في البارت 1 زي ما احنا شايفين بالطريقه اللي احنا شايفينه A B C D. A يفضل زي ما قلنا نكتب الميكانيزم ثم الكوز وبينهم حرف جر اللي هو ديو 2. يعني A اكتب فيها مثلا بالمونري امبوليزم ديو 2 دي في تي، ديو 2 باثولوجيكال فراكشر، ديو تو الكوز اللي هو كانسر كولر. ده يعني هكتب الميكانيزم والكوز في البارت 1، وقصادهم الناحيه الثانيه اللي هي ابروكسيمات انترفال بتوين الاونست اند ديس، يعني الفتره الزمنيه اللي مرت بين كل حدث من اللي انت قلتهم دي وتوفى. يعني الشخص ده مثلا اقول ان هو كانسر كولون بدأ 3 شهور قبل الوفاة، فاجئ صاد الكانسر كولون اللي هو في رقم دي واكتب قصاده هنا 3 شهور حصل له اللي هو باثولوجيكال فراكشر قبل الوفاة بشهرين، فاجئ قصاد الباثولوجيكال فراكشر اقعد اكتب شهرين، يعني هو قعد قبل الوفاة شهرين عنده باثولوجيكال فراكشر. الدي في تي حصل قبل الوفاة مثلا ب3 اسابيع، اجي قصاده اكتب 3 اسابيع. البلمونري امبوليزم حصل قبل الوفاة ب5 ساعات فاكتب قصاده 5 ساعات وهكذا. فكل حاجة من دول أشوف هي قعدت فترة قد إيه قبل الوفاة وإن أنا أكتبها. طب ده البارت 1. طب أمال البارت 2؟ البارت 2 بيكتب فيه أيضا ديزيسز، عشان في ناس بتفهم غلط وتدور بقى على أي سيمتوم أو ساين اتذكرت في الكيس ويروح حاططها في البارت 2. لأ، البارت 2 مش اتعمل للسيمتوم والساين، بارت 2 برضه اتعملت لاسماء ديزيزز، بس شوف مكتوب ايه: other significant condition contributing this but not related to the disease او condition causing it. يعني هتكتب فيه اي امراض اخرى عند هذا الشخص، هذه الامراض هي امراض لها قيمة او لها اهمية. يعني ايه لها قيمة او عليها اهمية؟ يعني ممكن تموت في شخص تاني بس مش هي اللي موتت هذا الشخص. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك في الكيس ان الشخص ده برضو كان عنده دايابيتس، الدايابيتس هو مرض مميت في اشخاص تانية، ممكن انسان يموت عشان عنده السكر، بس في الشخص اللي احنا قلناه في الكيس ده هو مات بكانسر كولون، فاكتب فاروح كاتب الدايابيتس في البارت 2. احنا قلنا كل ده بيتكتب باهداف احصائية، ده غير قالك ان هو دايابيتس ممكن هو وجوده سرع الوفاة، بس هو مش سببهاش لكن هو سرع حدوث الوفاة. في بقى ناس تلاقي مكتوب لك في الكيس ايه بجلوكوما، كان عنده جلوكوما، فيروح كاتب في بارت 2 جلوكوما. يا راجل يعني هو في حد هيموت عشان عنده جلوكوما؟ او في حد مات، او مكتوب مثلا كاتركت مات هيموت عشان عنده كاتركت، يعني هيلبس في عمود مثلا؟ لا، يعني انا مكتوب عندي اهو other significant condition، كلمة significant يعني عايز يقول لك حاجة مهمة، حاجة ممكن تسبب وفاة في أشخاص تانية، ده أصلا دايابيتس، هايبر تنشن، روماتيك هارت ديزيز وهكذا، زي ما احنا برضو هنبدأ نذكر في أمثلة عندنا. ده مثلا عندنا نفس شكل شهادة الوفاة اللي احنا لسه قايلينها، بس دي بقى بالعربي اللي هي بتاعتنا، لو حد طبعا هتحط قدامك في الوحدة الصحية وكده نسخة بالعربي. فوق دي كلها بيانات إدارية، الشخص ده اسمه ايه، ذكر ولا انثى، وتاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة وهكذا. طيب البيانات الطبية بقى زي ما قلنا كاتبين لك جزئين، جزء واحد واثنين. جزء واحد ده اللي احنا قلنا عليه اللي بكتب فيه الكوز والميكانيزم اوف ديس، ابدأ في الاول بالاميديات كوز في الف ثم السبب
واكتب بقى السبب اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وفي بارت 2 بكتب حالات اخرى ذات اهمية ساهمت في حدوث الوفاة. تعالوا نشوف مع بعض المثال ده ونكتب ازاي نكتب عليه ديث سيرتيفيكت. بقول لك واحد عنده 50 سنة اسمه علي سرحان، الله يرحمك يا عم علي. was admitted للهوسبيتال with sudden retrosternal chest pain radiating left shoulder and left arm. At the hospital he is diagnosed as acute myocardial infarction and coronary thrombosis. His past history included diabetes mellitus for 10 years, coronary atherosclerosis for 3 years, and rheumatic valvular disease for 15 years, and he is died rapidly in spite of treatment. عايزين نطلع من اللي قدامنا ده ايه اللي انا هينفع اكتبه في بارت 1 اللي هو الكوز والميكانيزم اوف ديس، وايه اللي ينفع اطلعه في بارت 2. لو جيت في الكيس اللي انا قدامي ده هقول ايه السبب المباشر لوفاة هذا الشخص. لما هدور كده هلاقي ان السبب المباشر للوفاة عنده ان هو حصل له acute myocardial infarction اللي هي اللاست ستيب في الميكانيزم اللي هي قبل الموت. طب يعني هي ينفع يكون ليها ريزلت اللي هو الموت؟ ان هو بعد الانفاركشن هيحصل هارت فيلير. اذا انا ما بتكلمش دلوقتي في مود، انا بتكلم في لاست ستيب اوف ميكانيزم اللي هي اكيوت مايوكارديال انفاركشن. يبقى هكتب في اول حاجه اكيوت مايوكارديال انفاركشن. هو ما حددليش ليها مده زمنيه، خلاص باجي قصادها في الانترفال وبكتب نوت منشند او اسيبها فاضيه مش مشكله. طب هي الاكيوت مايوكارديال انفاركشن حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب الكوروناري ثرومبوزس. طب الكوروناري ثرومبوزس حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب كوروناري اثيروسكلروزس، وهو هو كاتبه لي الانترفال بتاعه ان هو بقاله 3 سنين عند هذا الشخص، فاكتب صادق كوروناري اثيروسكلروزس 3 سنين. كده انا وصلت للكوز اللي هو كورونري اثيروسكلوروس. ليه هو الاثيروسكلوروسس ليه كوز؟ لا ملوش كوز، هو ليه بريديسبوزنج فاكتور لكن ملوش كوز مباشر. اذا ما دام وصلت لحاجه ملهاش سبب خلاص هو ده الكوز اوف ديس اللي هو كورونري اثيروسكلوروس. بس في شويه حاجات كده حلوه في الكيس تانية ينفع استخدمها. زي ايه؟ ده قال لي ان الشخص ده عنده ريتروسترنال شيست بين، اكتبه يا سيدي ده كلينيكال سيمتوم، ما تكتبه ايه ما ينفعش. طب قال لي ان الشخص ده عنده 10 سنين عنده ديابيتس، ده ديابيتس هنا هو حاجة سيجنيفيكانت بس ما هاش سببت الوفاة، فاكتبها في بارت 2 واكتب قصادها 10 سنين. وبقاله 15 سنة عنده روماتيك فالفولار ديزيز، برضه اكتبها في بارت 2 روماتيك فالفولار ديزيز وقصادها 15. تعالى هيك الكوز اوف ديس بارت 1 مايوكارديال انفاركشن ديو تو كورونري ثرومبوزس ديو تو كورونري اثيروسكلروزس، وقصاد الاثيروسكلروزس كتبت 3 سنين، اما الثرومبوزس بكتب قصادها هي والانفاركشن نوت منشن لانه ما قاليش فترات زمنيه، لو او ممكن تسيب قصادها نقط فاضيه. البارت 2 في روماتيك فالفولار ديزيز 15 سنه ودايابيتس ميليتس بقاله 10 سنين. طبعا فوق كتبت البيانات الاداريه علي سرحان و50 سنه وميل وهكذا. نفس القصه لو انا بكتبها بالعربي، احنا قلنا مايوكارديال انفاركشن اسمها بالعربي كتبناها في الف اهو احتشاء في عضله القلب. هي المايوكارديال انفاركشن كده اسمها بيسموها احتشاء في عضله القلب. نتيجه ايه؟ جلطه بالشريان التاجي. نتيجه ايه؟ تصلب بالشريان التاجي اللي هو قصاده 3 سنوات. وكتبت في البارت 2 عنده مرض السكر 10 سنوات والتهاب روماتيزم بصمامات القلب بقاله 15 سنه. واحد تاني اسمه احمد سليمان 65 سنة، راح المستشفى ب repeated attacks of hemoptysis اللي هو بيكح دم او بيسموه النفث الدموي. نتيجة ان هو بيكح دم دخل في hypovolemic shock due to secondary pulmonary carcinoma.
باست هيستوري بتاعه قال ان الشخص ده عنده كانسر كولون بقاله 3 شهور وهايبرتنشن بقاله 7 سنين، هيقول لي اكتب لي ديث سيرتيفيكت. تعال نشوف ايه السبب المباشر لوفاة هذا الشخص. السبب المباشر للوفاة اللي هو اخر خطوة في الميكانيزم اللي هي الهايبوفوليميك شوك. ليه هي ينفع يكون ليها ريزلت اللي هو الموت؟ بعد ما الانسان بيخش في تشوك، البلاد سبلاي اللي رايح للهارت والبرين بيقل، فيخش فيه هارت فيلير وبرين فيلير. يبقى هي ينفع تكون لاست يوم بخاطبها هايبوفوليميك شوك از ميديات كوز اوف ذس. طب ايه سببها؟ ديو تو هايبوفوليميك شوك، عشان الهيموبتسيس، فاكتب تحتها هيموبتسيس. طب سبب الهيموبتسيس ايه؟ عشان في سكندري بالمونري كارسينوما، في كانسر حصل في اللنج، هو اللي بينزف ده من سكندري بالمونري كارسينوما. طب السكندري بالمونري كارسينوما ليه سبب؟ ده هو اسمه سكندري، يعني ليه سبب، يبقى سببه الكانسر كولون. طب الكانسر كولون ليه سبب؟ لا خلاص، هو الكانسر كولون هو الكوز اوف ديس. طبعا هكتب قصاد الكانسر كولون بقاله 3 شهور طبعا. وفي البارت 2 ادي البارت 1 هايبوفوليميك شوك ديو تو هيموبتسيس ديو تو سكندري بالمونري كارسينوما ديو تو كانسر كولون. في البارت 2 هكتب هايبرتنشن 7 years. بالعربي الشخص مات نتيجة هايبوفوليميك شوك اللي هي صدمة نزيفية، سببها الهيموبتسيس اللي هو النفس الدموي أو الكحة الدموية، سببها سرطان ثانوي بالرئة، سببه سرطان بالقولون بقاله 3 شهور. والبارت 2 هنكتب ارتفاع ضغط الدم من 7 سنين. كيس كمان اهي، واحد بيقول لك ميدل ايجد مان ابروت للمستشفى بشوت ان هيز باك، مضروب طلقه في ظهره، اللي هي حصل لها كومبليكيشن ببارابليجيا. بعد 6 شهور الشخص ده دخل مني في رينال فيلير. بعد 6 شهور من ايه؟ من الجان شوت، دخل مني في رينال فيلير as a result of severe bionephrosis. bionephrosis المرض طبعا اللي بيحصل فيه التهابات شديدة وصديدة على الكليتين، اللي هي البايونيفروزيس ده complicating a bilateral hydronephrosis، يعني حصلت نتيجة للبايلاترال hydronephrosis. بالهيستوري كمان لقينا ان هو عنده diabetes بقاله 10 سنين. اكتب ديث سيرتيفيكت للحالة. طبعا السبب المباشر للوفاة في الشخص ده هو الاكيوت رينال فيلير. طب هو الاكيوت رينال فيلير ده ينفع كميكانيزم؟ ليه؟ لان هو بعد موت، لان الرينال فيلير بيخش الانسان بعدها في غيبوبة كلى اللي هي رينال كوما او اللي هي الامونياك الكوما. طيب خلاص، يبقى ده اذا اكيوت او رينال فيلير هو الاول حاجة كتبتها في الميكانيزم. سببها ايه الرينال فيلير؟ عشان عنده بايونفروزيس، صديدة على الكلية. طب ايه السبب صديدة على الكلية؟ عشان كان حصل له هيدرونيفروزيس. طب الهيدرونيفروزيس ليه سبب هنا؟ اللي هو البارابليجيا، لان معروف ان البارابليجيا من ضمن الكومبليكيشن بتاعها بيبقى في مشاكل في الايفاكويشن بتاع اليورين بلادر، يعني بيبقى عنده حاجة زي يورين تنشن، ف البول بيرد على الكلية يعمل هيدرونيفروزيس. طب هو البارابليجيا ليه سبب؟ اللي هو الطلقة اللي خدها في ظهره. اذا فالشوت ان ذا باك هو ده الكوز اوف ديث اللي موجود عندي. طبعا امشي كده جان شوت ان ذا باك. وفي البارت 2 هكتب ان هو عنده السكر 10 سنين. ادي اهو رينال فيلير ديو تو بايونيفروزيس ديو تو بايلاترال هايدرونيفروزيس ديو تو بارابليجيا due to gunshot in the back اللي هو من 6 شهور من حدوث الوفاة او من حدوث الرينال فيلير. في البارت 2 عنده diabetes بقاله 10 سنوات. اخر حاجة بس عندنا اللي هي عبارة عن البوست مورتم جارس. طبعا انتوا خدتوا في سيكشن او الشابتر بتاع البوست مورتم تشينجز في حاجة اسمها conditions replacing putrefaction، اللي هي حالات اللي هي الانسان اللي جثته ما بتتعفنش بل بيحصل تغيرات بتريبليفاكشن. من ضمن الحاجات دي لو واحد مات في صحراء، الصحراء بتتميز الجو بتاعها بيبقى هوت ودراي. الهوت بيقلل البكتيريا الجروس،
والدراي بيسحب الفلويد او الووتر من التشو اللي هو البكتيريا بتعوزه عشان تشتغل، فكلاهما بيقللوا من البكتيريا الجروس فبيوقف البيوتريفاكشن. في نفس الوقت عشان الدراي بيسحب الميه من التشو، فالتشو نفسه بيبقى ناشف دراي وبيبقى عامل زي الجلد ليزري، وبيبقى لونه دارك اللي هو براون ان كلر، اللي هو الحاجة دي بيسموها بالماميفيكيشن. فاللي قدامي دي عبارة عن ماميفايد فود، هوصف الفود دي انها دي رايت فود مقطوعة من فوق الانكل بتاعها. اللي عرفني انها ماميفايد عشان التشو هو بريسيرفد قدامي وشكله دراي وليزري وبراون. وبالمناسبة طبعا الفود دي مش محطوطة في فورمالين، هي موجودة في الجار كده من غير فورمالين، ده اللي انا مش محتاجة تتحفظ لانها مش هتعفن اصلا. طبعا ده يفيدني في ايه؟ ان الشخص ده اكيد مات في جو هوت ودراي، اللي هي اكتر حاجة تناسبه اللي هي جو الديزرت. طبعا عمره ما يحصل زي ما قلنا موميفيكيشن، او عمره يحصل بيوتريفاكشن ليها طالما حصل موميفيكيشن. صدق او لا تصدق دي لانج. ايوه بس احنا متعودين ان اللانج دي لونها يا اما بيبقى روز يا اما لونها بتبقى متهببه لو واحد بيشرب سجاير، بس دي لونها اصفر. ما هو عشان هي لانج حصل فيها فاتي تشينج اسمه الاديبوسير، وده بيحصل برضو في لو واحد مات تحت الميه او مات مدفون في تربه طينيه مليانه ميه. الميه اللي موجوده بتشتغل على الفات اللي موجود في التشو، بتكون فات ما بيحصلش ليه بيوتريفاكشن. فهتبص تلاقي ان اللانج بقت عبارة عن فاتي تيشو. ايه اللي خلاني اعرف انها فاتي تيشو؟ لونها هو يلو قدامي. لو عرفت المسها هتلاقي انها بتبقى جريزي دهنية، وبتبقى طبعا ريحتها رانسيت اودر، ريحة بتبقى سيئة جدا، وهتلاقي كمان وزنها خف فبدأت انها تفلوت ان الاوضة. هنلاحظ في النص في اللي هي حاجة هول كده سيركيولار هول، ده بتاع جان شوت، دي طلقة. طب هو ليه مش متهببة من الحواف بتاعتها ما دام دي طلقة؟ بسيطة، ان ده جوه الجسم، الحباب ده بيبقى على الجلد من بره. فطبعا بس ما دام لقيت حاجة سيركيولار كده غالبا ده يا اما جان شوت يا اما حاجة الونجيت اتدخلت فيه. المهم ان انا عرفت ان الكوز اوف ديس بتاعه الشخص ده ماتش وفاة طبيعية، ده شكله ميت بانجري. طبعا ده من ضمن الاهميات بتاعت اللي هي الاديبوسير او الموفيجيشن، ان انا ممكن ان انا اعرف سبب الوفاة في بعض الحالات لو الوفاة مش طبيعية. دي طبعا هاند. انتوا عندكم الجارات اللي فيها هاند اتنين، الجار ده وفي جار كمان هيبقى في حاجة اسمها وشر وومن هاند، اللي هي بتاع الهاند بتاعت الدراون. من اهم الحاجات اللي بتفرق بينهم هتلاقي ان الهاند ده المفروض الانسان بعد الوفاة ايده بترتخي، يعني كل الجوينتس بتاعت جسمه بتبقى في وضع كده لا فليكشن ولا اكستنشن. لكن انا هلاحظ هنا ان الريست بتاعه في حالة اكستنشن مفروض لورا، والصوابع بتاعته في حالة فليكشن، اللي هي الميتاكاربو فالنجيال والانتر فالنجيال في حالة فليكشن. اكيد اللي مدام انسان هيموت في الوضع ده، ايه ازاي انسان يموت ولسه الماسل بتاعته فيها كونتراكشن؟ دي مش هتحصل الا لما حاجه اسمها كادافيريك سباسم. فطبعا كادافيريك سباسم في الرايت هاند، والايد مقطوعه من فوق اللي هي الريست. ايه اللي عرفني انها كادافيريك سباسم؟ قلنا عشان الاكستنشن اللي في الريست جوينت والفليكشن اللي في الميتاكاربو والانتر فالنجيال جوينت. هتلاحظ كمان ان الصوابع متكسره، متكسرة عشان كان فيها ويبون، عشان نقدر نشيل الويبون الصوابع اضطرينا ان احنا نكسر الصوابع عشان اطلع الويبون منها. طبعا برضو ده بي ريكورد اللاست اكشن اوف لايف، عرف الراجل ده كان مات في ايده سلاح، ومات ما دام مات في ايده سلاح يبقى هو انتحر بيه. شكرا، وان شاء الله نتقابل في مرة.